معكم بالتركيات هذا الأسبوع، بداية مع قصة محزنة خلفها الإرهاب وراء، انتقالاً لطلب زواج انتهى بشكل غير متوقع، ومع آخر أخبار جيش إسطنبول الثالث، بالإضافة إلى آخر أخبار إردوان على الساحة، وأخيراً مع سباق الفورميلا لاز. بداية مع أخبار الإرهاب، ننتقل لقصة الطفلة إسما. للأسف بعد ما نفذ تنظيم الدولة تفجير انتحاري استهدف فيه حفل زفاف بمدينة غازي عنتاب جنوب البلاد، قتل حوالي 54 شخص وجرح العشرات. وكان من بين القصص المحزنة اللي خلفها الموت القاتم وراه قصة الطفلة إسما. إسما هي وحدة من بين 4 أطفال تركتهم أمهم وراها بعد ما توفت بالتفجير. إسما اللي عمرها سنة وحدة بس، يمكن ما توعى لأمها إلا أنها ما حسنت تنسى ريحتها. واكتشفت العيلة لاحقاً أنه إسما ما بتنام إلا إذا شمت ريحة حجاب والدتها المتوفى. انتقالا للطلب زواج انتهى بشكل غير متوقع، مثل ما بيقولوا يضرب الحب شو بذل. كان محمد دمير نائب والي مدينة ديار بكر متيم ببنت بلده القاضية فاطمة شيمان، وعم يخطط لطلب الزواج منها قبل محاولة انقلاب 15 تموز. بس مع الأسف تم اعتقال فاطمة على خلفية ارتباطها بجماعة فتح الله جولان، ولكن هذا كله ما منع دمير من التقدم إلها، وحاول شتى الوسائل لدرجة أنه تخطى القانون وبعتها محامي لما كان اعتقالها ليتقدم لها. فوقفته الشرطة وخبرت القاضي بقصة اللي سمحوا هالشي طبعا. وبالفعل دخل المحامي ليطلب إيد فاطمة بغرفة مليانة بالمعتقلات ومعه خاتم الخطبة. بس المفاجأة كانت لما رفضت فاطمة طلبه وردت له الخاتم، وبعدها انكتب ضبط بالخاتم وترجع للمحامي. ومع آخر أخبار جسر يافو السلطان سليم، الجسر الثالث على مضيق البوسفور باسطنبول اللي له قصص وحكاية كثيرة، ونشفت عين الحكومة لأتمامه. ومع اللمسات الأخيرة ونظام الإضاءة اللي كلف تصميمه حوالي 5 مليون دولار، فتم استخدام نظام ليد متطور مع طاقة توفيرية تصل ل 40% وتركيب نحو 4000 وحدة ضوئية مزودة بقدرة على التبديل تصل ل 16 مليون لون في نفس اللحظة. وتم تركيب نظام إضاءة للجسر اللي بلغ ارتفاعه حوالي 322 متر من قبل طاقة متسلقي جبال مختصين لهذا النوع من المهمات، ومؤلفين من 11 شخص. ومننتقل للرئيس التركي رجب طيب إردوان وآخر أخباره. رح نبلش بفيديو له هو وزوجته إيمينة إردوان اللي لقى إعجاب وترحيب كتير ومشاهدات مرتفعة على ساحة التواصل الاجتماعي، وهن بزيارة ودية لعائلة شيكين جان أحد قتلى جسر البوسفور يوم انقلاب 15 تموز. ومننتقل لفيديو تعريفي لأول فيلم عن حياة الرئيس إردوان والصعوبات اللي مر فيها أيام الطفولة لحد ما صار رئيس بلدية اسطنبول بعنوان رئيس، من بطولة الممثل الشبيه ريهاب أيولو وإخراج خضافر دياغوس، ورح يتم عرضه بالصالات التركية بتاريخ 14 تشرين الأول. Ne yaparsınız ulan? Bir kere ölür bir insan. Öleceksek adam gibi. ونهاية مع سباق الفورميلا لاز. اي نعم ما سمعت غلط، الفورميلا لاز. وين ما رحت بالعالم ما رح تشوف هيك سباق. هذا سباق سيارات خشبية شبيه بسيارات الفورميلا 1، بيتم حصريا بمدينة ريزه شمال تركيا على البحر الأسود. بلشت القصة بالتزامن مع سباق الفورميلا 1 باسطنبول سنة 2009 لما خطر ببال 3 أصدقاء من ريزه فكرة تصنيع سيارة خشبية بهدف المسخرة، ولكن لاحقا وعلى خلاف التوقعات لاقت فكرتهم إعجاب البلدية اللي نظمت المسابقة الثانية، وحاليا بتتم برعاية شركة ريد بول العالمية لمشروبات الطاقة اللي بترعى بشكل دائم هيك نوع من المسابقات. وطبعا ممكن المشاركة بالمسابقة بمختلف الأعمار، المهم يكون في جيبتك 2500 دولار لتصنع سيارتك الخاصة، وما بتعرف ممكن بيوم من الأيام تصير مسابقة عالمية. Birkaç tahta çivilen arabalar yapalım, birkaç tahta